Bonjour, aujourd'hui, c'est la révision générale du projet 1, séquence 3, intitulée J'aime l'école, autour des lettres L, R. في هذا الفيديو سأريكم كيف تراجع أو تعلم ابنك بطريقة سهلة إن شاء الله. في اللغة الفرنسية لسنة ثالثة ابتدائي لدينا ثلاثة محاور رئيسية: لورال، شفاهي، كومبريهنسيون اي برودكسيون، تعبير شفهي، فهم و انتاج. لا ليكتور، قراءة طبعا. Troisième pilier, c'est l'écriture ou bien la production écrite. كمثال عن اللغة في هذا المقطع الثالث حول ال R et R. L et R. لدينا le livre de lecture. Donc, j'aime l'école. Ça, c'est la première image. Donc, تلميذ يعرف الشخصيات. Comme Ali, Rima et les autres, il y a un mekan et un mekan, c'est-à-dire la classe. Ici aussi, si vous l'aidez à lire, vous pouvez lire Ali, à l'école, j'aime lire et toi, Rima, j'adore écrire des mots sur mon cahier. Le Talmid, il lit les kalimats, les jumel, ثم يحاول أن يعيدها بمفرده ثم يحاول أن يعيد صياغتها في جمل أخرى. par exemple j'aime lire, j'aime écrire, j'aime jouer, j'aime manger. نفس الشيء بالنسبة للصور الثانية. هنا يطلع على هذه الصور ويعبر بعدما يقرأ الصور الأولى وتدرب على الصور الأولى يحاول يقرأ هنا. جام كيسكو سي جام؟ جام ليكول، جام لو بالون، جام لو سبور. ici جام إكخيغ دي مو سيغ مون كايي. نرى أصلا شاف المجموعة من الكلمات هذه أو الحوار. ici J'aime le dessin ou j'aime dessiner. أيضا تقدر أنه يطلع على هذه الصور ويعبر عنها. Écouter la musique, jouer au toboggan, jouer à la plage. ويقدر يقوم بإدخال هذه الكلمات كم j'aime, j'adore, j'aime, j'adore. أحب وأحب كثيرا أو أعجب بهذا الشيء. دونك aujourd'hui اليوم راح نبحث على الصفحة 29 regardez bien nous avons deux personnages. ça c'est Ali, ça c'est Rima. الآن Ali تقرأ لابنك j'aime lire et toi Rima. ريما جادور إكخيغ. يعاود يقرأ هنايا يتدرب على هذه الصورة، يتدرب على المفردات، على الكلمات، ثم ننتقل إلى قراءة الحروف. كيف يقرأ الحروف؟ أولا يتعرف على الحرف بمختلف صيغ الكتابية، لأن لدينا سكريبت إكورسيف. سكريبت إكورسيف مثلا حرف ال اي ال مينيسكول اي ال ماجيسكول نتاع الكتاب خاصه بالكتاب. ال مينيسكول اي ال ماجيسكول خاصه بالكتاب الكراس. كتابه الكتاب تختلف عن كتابه الكراس. كتابه الكتاب لا يكتبها ابدا لا على اللوحه ولا على الكراس، يقرا فقط. ال مينيسكول اي ال ماجيسكول كورسيف مثلا تكتب وتقرا ايضا. La lettre R ici, donc il t'arrive à la mortelle de l'écritabat, script, cursif, minuscule, majuscule, t'arrive à lire le nadar, donc tu as besoin d'avoir l'habil à lire, donc lire, 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 faire
مقطعين من الأصوات. دوسيلاب دوسيلاب، تأخذ المقطع الأول لي، ثم نحذف الصوت أو الفويال إي تبقى إل. نفس الشيء تقوم به بالنسبة لي إك خيغ إك خيغ إك خي غو، ثلاث سيلاب دونك غي غو بيان إكخير دو سيلاب حسب النطق دونك دو سيلاب إيسي غي إغ إغ مينيسكيل ماجيسكيل سيكريبت كورسيف. الآن يتدرب على تجميع الحروف هذه اللي كونسون ال اي ار ها لسيلا لي فويال ا او يو، ومن الافضل او اي اي، ومن الافضل تكون مع كل لي فويال مره واحده ال ا لا ال اي ال اي لي ال او لو ال يو لو ال او لو ال اي لي. نفس الشيء مع الاخ. ثم نقوم بالجمع، ساريكم بالطريقه يعني هذا السيبور هذه الوثيقة من الكتاب يعني يمكن أن تراجع لابنك أو التلميذ، ثم سأريكم على ورقة بطريقة أفضل نوعا ما. أيضا التعرف على بعض الكلمات المفتاحية تساعده في مستقبل قراءة جمل وقراءة الفقرات أو النصوص، كذلك إلماء رصيده اللغوي. دونك ici نبدو قلنا ثلاثه محاور اساسيه 3 بيليه برينسيبو لورال لا ليكتور ليكريتور. دونك بور لورال تبدا بالنسبه للشفهي انك تقرا لابنك او تقرا للتلميذ ثم هو يعيد، ثم نقوم بادخال مدخلات اخرى. مثلا هنا nous avons Ali et Rima ils sont assis autour d'une table sur la table il y a trois livres il y a des crayons de différentes couleurs il y a un livre apparemment il y a un cahier ou bien un papier. Donc que fait-il ici maintenant Ali ماذا يعمل علي علي يكتب. Donc que fait-il Ali Ali lit يقرأ عفوا علي يقرأ علي lit. ريما كيف كيفيه تطرح سؤال على ابنك ماذا تفعل ريما هنا سوف تكون الاجابه بطبيعه الحال هي تكتب تكتب. دونك elle écrit maintenant Ali j'aime lire qu'est-ce qu'il dit Ali ici j'aime lire et toi Rima répète mon fils عد يا ابني الكتابه عد القراءه. دونك j'aime lire et toi Rima ريما elle dit j'adore écrire. ثم نقول ادخال مدخلات اخرى مثل ما هو موجود هنا على صفحة 27 إكرير ديسيني ليكول جوي دونك بين سبور جام لو سبور جام ليكول جام لو ديسان جام إكرير دي مو هان جام جوي جام لا ميوزيك بين لا ميوزيك دكور باغ إكزومبل إيل أيم رولي أ فيلو هان سو ميك سو كارسون. دونك ثم ننتقل الى لا ليكتور وهي القراءه. بالنسبه للقراءه يكون التلميذ قد درس مسبقا الحروف الاتيه لي لاتر سويفونت ام ان دي تي يعني هذه ام ان مقطع المشروع الاول دي تي مقطع الثاني المشروع الاول ال اي اف مقطع الثالث. نحن الان في صدد شرحه ونقدر نقول شرح كيفيه المراجعه وتعليم الابن هذا المقطع، ومن هذا المقطع يمكنك مواصله المقاطع الاخرى. طبعا من اهم الاشياء طريقتي انا شخصيا في تدريس السنه الثالثه
ابدا بلي فويال. عربي ممكن نقول حركات، حركات بون. طبعا ناتي للقراءه، ناتي للقراءه بعد ما تجزء الكلمه، كما مثل ليغ اكخير، او اختار انا مثلا علي غيما لان اسهل بالنسبه لنا. عندنا ليغ غيما اي علي، انا جي بري دو ما كلاس علي غيما. دونك علي غيما علي غيما. من كلمة علي لدينا اثنين مقاطع دو سيلاب أ لي. نشوف الدوزيام سيلاب نقدر نخرج منه ال، نقول ال فيها ديفيرون ديكريتور كوم ال هذه، ال هذه سكريبت مينيسكيل ماجيسكيل، كورسيف مينيسكيل ماجيسكيل. بعد نروح نشوف الكريتور تاعك كاش يكون. Maintenant, chauffe la lettre pour relever la lettre R. Donc, on a deux syllabes. Ri, ma. Ri, ma. Ou le plus important est que ابنك ou التلميذ هو اللي بحد ذاته يجيب كم يوجد من syllabes. Il y a combien de syllabes dans ce mot? Donc, dans ce mot, il y a deux syllabes. R, I, ri. M, A, ma. Ri, ma. هو déjà il est familier avec cette syllabe. Ma. Ri. عندما نحو الاي، عندما ننزع الاي هذه او كونطون نيفاس اي نو ريست ار. دونك ار 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 ماجيسكول، ار مينيسكول سكريبت، ار كورسيف مينيسكول، ار كورسيف ماجيسكول. سي بون. من ال يقدر يستخرج منك كلمات اخرى اللي فيها دي مو كي كونتيان لاتخو ال. طبيعة الحال التلميذ لديه كم كثير كبير من الكلمات من ال كوم طابلو ليفغ اللي فاميلي ديجا افيك سي مو. لا الكلمات هذه راه قد راها اصلا، ممكن يكون راها ايضا هنا في لوغال كوم ليغ كوم ليكول لو طابلو لو ليفغ لاردواز. اغ تطلب منه ان يخرج الحروف كما في الار مثلا. اكخير جادور غيما غاديو وهكذا. دونك بعد ما نراجع نقوم بالعمليه استيفاء الشفهي لوغال نروح لا ليكتور. دونك اوني ديجا اون لا ليكتور، ننتهي من استخراج الحروف والتعرف عليها، يعني كيشوف حرف اغ في اي كلمه يقدر يعرف اغ، الال في اي كلمه يقدر يعرف الال. بكل اختصار مش ما تكونش هناك كثير من العمل بالنسبه لكم. لا ليكتور، لا ليكتور المنهجيه هي اول شيء لازم يكون التلميذ متعرف على الكوني ديجا لي فويال. طريقتي انا شخصيا اون كلاس بروميير سيكونس c'est les voyelles a i o u e et نأخذ lettre r minuscule script. القراءة راهي في script على مثل الأحيان، يعني الكتب تكتب script. دونك r a أولا قبل كل شيء يكون حافظ ومتعرف على لي فويال هي الحركات A, I, O, U, E, E. من بعد يكون لي سيلاب R, A, غا R, I, ري R, O, رو R, U, رو R, E, رو R, E, ري. يعاودها ويحاول يقراها وحده أفضل، أو أنك تحفظها في الفويال وبعد تعطيه الأولى ولا R, A, غا يستطيع طيعة الحال أن يكمل وحده. ايضا مهم ايضا ان يقراها بالعكس، لان في كلمه ثانيه نجد بالعكس ا اخ اخ كوم لاخ حسنا. كما يقول في الكلمات مهمه جدا باش يكون مسترسل في القراءه. دونك لي فويال كونسار
ar, ir, or, ur, or, er. قال اقرا لي غا غي واش تمد لي يبدا يقرا اذا ما استطاعش تحاول تقول ار ار واش تمد لي غا ار اي واش تمد لي غي غا غي دونك نقولوا ثاني غو غا وتقدر تكمل اشياء اخرى كمثل كوم او غي 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 نروح ندير غي غو هذه اصبحت امو فرنسي كلمة فرنسية كلمة أصبحت كلمة يغير يضحك نقدر نروح كلمة أخرى مثل غاديو غا ديو نقدر نديرو غيمة نقدر ثاني تورتو Tor tu tortue. Maintenant la lettre L. Bon. نفس الشيء بالنسبة لا lettre L. نبدو. نبدو هنا L A لا L I لي L O لو L U لو L E لو L E لي De même, avec, et on commence par la, les voyelles, hein, I plutôt, désolé. Donc, al, il, ol, ul, ul, el. On passe. lire des mots même حتى ما تكونش عندها معنى واعتقد احسن الكلمات نبدا بها ليغ سي دونك لي رو ديجا اي كوني رو دونك لي رو لي لا لو لو ا علي وهكذا تحت كلمة أخرى تستخرج كلمة أخرى لو نو لا لو قمر نبدأ حتى بدي سيلاب يكون ما عندهاش معنى ولكن الهدف هو دي شيفرومون يكون التلميذ يستطيع أن يقرأ ثم تكون كلمة عندها معنى مثل ألي لير لون ها Maintenant, on passe à l'écriture. روح للقراءة للكتابة. الكتابة الهدف منها أولا هو أن يستطيع التلميذ أن التلميذ يستطيع أنه ينقل الكتابة من الكتاب إلى الكراس أو من السبورة إلى الكراس تكون من سكريبت الكورسيف راح نتعرفوا عليها أيضا أنه يستطيع أنه يقرأ عندما يستطيع ينقل بطبيعة الحال يستطيع أن يتعرف على الحروف أون كورسيف Nous avons عندنا هذا يسموه لاغوس لاغوس ليني درجة صفر أول نسمي فيها أنا الأرض لا تيغ عندنا لي زانتيغ ليني بخوميييغ انتيغ ليني دوزيام انتيغ ليني تخوازيام انتيغ ليني التلميذ يمشي على حسب هذه الدرجات تقريبا نفس الشيء في العربية وهذا الشيء يساعده طبعا عندنا لي لاتخ نبدو بالال Donc, L minuscule, script, L majuscule, script.
في الصفحة رقم 29 من كتاب القراءة page numéro 29 du livre de lecture عندنا ال L minuscule majuscule نفس الشيء بالنسبة ل R باش تأخذ ال كي لي نورم ديكريتور قواعد الكتابة الموجودة في حروف لي لتر دو فرونسي. إذا ال L تقوم على اللوحة ب اللوحة تكون مخططة أو كان مشري تكون في مكتبة مخططة أو أنك تخططها بنفسك. ترسم الآل قدام ابنك أو تلميذك الآل بالطريقة هذه ويحاول أنه يقلد الميميك لي جاست ديكريتور هذه لي موفمون في الهواء أولا ثم بصبعه إذا استطاع على اللوحة ثم يكتب ويتبع في الكتابة. نفس الشيء بالنسبة للآل C'est la lettre L minuscule et majuscule cursif, celle du cahier L moins du car l'interligne numéro 3. De même pour la lettre R. De même pour la lettre R minuscule et majuscule. Donc il mimique et on écrit et on répète R. مسكول اي ماجسكول باش نتاكد ان ابني تحصل وفهم جيدا الحروف طريقه كتابتها من سكريبت الكورسيف اولا يقراها ثم يكتبها على راسها دون النقل اولا ينقلها ثم على وحده يعني تو سول. بعد ما يتعرف التلميذ الان المرحله الاخيره بعد ما يتعرف التلميذ على الكلمات كما ليغ تورتو راديو لون علي ريما اكرير ادور نقوم بتدريسه او تلقينه جمله او يستطيع ان يتحصل اي يكون تلميذ بحد ذاته جمله مثلا انا نقول علي كاسكي الام علي نورمالمون على فان دو لا سيكونس بعد هذه المراجعه كلها يستطيع ان يجاوب وقد يفاجئك بكثير من الاقتراحات جميلة. il peut dire Ali aime lire. il peut dire Ali aime lire. de même pour Rima. Rima adore écrire. donc تطرح عنا مجموعة من الأسئلة أو تريه صورة مثل هذه أو صورة موجودة على الكتاب قراءة ويستطيع أنه يستخرج منها جملة مثل الجملة التي أتوقع أن استخرجها مثل طبعا عندما نصل لقراءة هذه الجملة بعد ما استخرجها التلميذ أو ساعدنا في استخراجها نستغل هذه الجملة في تفهيم في تلقينه أو أخذ مجموعة من المعارف أخرى مثل c'est une phrase لازم يعرف بلي c'est une phrase et elle se compose de mots on peut dire نقدر نقول بلي c'est un verbe c'est un nom. Donc, la phrase elle se commence par une lettre majuscule et se termine par un point final. Nous avons aussi que les lettres que nous avons les assassins sont en vert pour qu'ils distinguent les mots, les lettres du jour ou bien les lettres de la séquence. Nous avons aussi les syllabes comme A, Do, Re, Li, Re, A, لي علي أدور لير. مش لازم مش شرط أن التلميذ أو ابنك يكون سريع في القراءة الأهم أنه يقدر يديشفري il peut déchiffrer les mots il peut déchiffrer les mots il peut comprendre lire adore علي c'est bon. donc ننتقل إلى la copie donc il copie en cursif
ياخذ السيارة الزرقاء والحمراء، الفرق الزرقاء والخضراء. من الافضل ان يشاهد من يكتب مثلها في هذا الفيديو، او على السبورة في المنزل، او على اللوحة، او على ورقة، او على الكراس المراجعة. دونك الأ يكون اخذها من قبل، ال هذه لامان دو لا لتر ال، اي علي لتر بار لتر، يكتب حرف بحرف. ها ا آه. كتب الا كما يكتبها عادي، هذه ايديها كملها الدي عادي، اليدين دي بتكون على اليمين، على اليمين. دونك دي هي ايديها، او هنا اخ ياها كمل او ليغ ال اي ار او à la fin de la phrase elle se termine toujours par un point final. من الأفضل طبعا أن كل الكلمات تحتوي على حروف مدروسة مسبقا، قلنا M, N, D, T, L, E, R من الأفضل، وتكون حروف أخرى عادي ثانية اللي ممكن يقدر يتعرف عنها مع الوقت. ممكن نضيف جمل أخرى من أجل الزيادة في استيعاب هذا المقطع، حروض جمل، نقدر نزيد جمل أخرى، نقدر نكون باراجراف بسيطة تستطيعون الحصول عليها في كتاب مثلا صفحة 30 هنا، صفحة 31 مثل التمرين رقم 3 هنا. حاول انكم ترسو، انا هي حاول ان لي كوبي لي سيلاب كما سا. اتمنى ان بهذه الطريقه انتهينا من مراجعه شامله والمختصره للمقطع الثالث لبروجي 1. ان شاء الله فيديو قريب جدا حول لا لتر بيان لي لتر، دونك ام ان دي تي مثل ما درتهمش، ممكن وقت اخر. ال اي اف فيني ان شاء الله مستقبلا، بي اي بي.